اختارتها هاريس لجذب الناخبين العرب، من هي المحامية المصرية بريندا عبد العال. بريندا حاصلة على الدكتوراه في القانون من جامعة ميشيغان، عملت في التدريس بجامعة نيويورك أبوظبي وكلية الحقوق بجامعة ميشيغان وكلية ديفيد كلارك للقانون بجامعة كولومبيا. في عام 2021 عملت مسؤولة في وزارة الأمن الداخلي وترأست الموظفين بمكتب الحقوق والحريات المدنية، وكانت مستشارة رئيسية للوزير بشأن المشاركات الخارجية وتأثير سياسات الوزارة ولوائحها وعملياتها وإجراءاتها، وعملت رئيسة مشاركة لمجلس الوزراء لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. بريندا خبيرة في السياسات العامة وتركز على الحقوق المدنية والأمن القومي.